السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني المتوسط في درسنا اليوم، وهو تصميم مبتكر لا نهائي للوحدة الزخرفية. بنحتاج في درسنا النهاردة القلم الرصاص والمسطرة والألوان الخشبية وكذلك ورقة من كراسة الرسم والمساحة، بالإضافة لورقة الكالك اللي هي الشفاف، ده مهم جدا. هنبدأ ناخد نفس الوحدة اللي موجودة في الكتاب ونعمل بيها التصميم اللانهائي المبتكر في مساحة أخرى على كراسة الرسم، وهنبدأ زي ما احنا شايفين في رسم المساحة اللي احنا هنرسم عليها التصميم اللانهائي. وطبعا خدنا حوالي 12 سنتي علشان نعمل مربعين بالطول، وبالعرض هنعمل مربعين تانيين بس كل واحد منهم 8 سنتي، فيبقى المساحة الإجمالية 16 في 12، ومساحة كل واحد من الأربعة 6 في 8 سنتي. طبعا بنعمل محور رأسي ومحور أفقي علشان نقسم المساحة لأربع أجزاء متساوية. الآن جه دور الكالك أو التريسنج زي ما بعض الناس بيقولوا عليه، أو الشفاف، مهم جدا زي ما اتعلمنا في الدرس اللي فات اللي هو كان خاص بكيفية رسم وحدة مبتكرة لا نهائية واستخدمناه فيها علشان نكررها. هنعمل نفس الموضوع بيه، وهنمسك القلم الرصاص ونبدأ ننقل التصميم على الشفاف. قبل كده قلنا في الدرس اللي فات ان الوحدة علشان تكون فيها استمرارية ولا نهائية بنضيف لها بعض الاضافات من على الجوانب علشان تبقى فيها زي ما قلنا استمرارية والعين ما تملش منها وتطلع اشكال جديدة. فنركز مع بعض شوية علشان نشوف هننفذها ازاي. طبعا الزخارف اللي زودناها في الجنب اليمين لازم كمان نعمل زيها في الجنب الشمال. هنا في حاجة مهمة جدا يا أولاد، لازم نشوف الوجه اللي عليه الرصاص فين ونخليه ملاصق للكراسة علشان نقدر نطبع الزخرفة من خلاله، لأن الوجه اللي عليه الرصاص لو ما كانش ملاصق يبقى تحت دلوقتي تحت إيدي كده مش هيطبع، لكن لازم يكون تحت إيدي وملاصق للورقة. وأبدأ أرسم تاني بالقلم الرصاص على الوجه اللي أمامي علشان يطبع على الكراسة بكل سهولة. هنجد دلوقتي ان خلاص الزخرفة انطبعت على ورقة الكراسة. هنقلب الورقة، ولاحظوا ان احنا هنقلبها مش هننقلها، ونبدأ ايه في طريقة اسهل كمان في الطباعة، بغطا علبة الالوان اللي معانا ونبدأ نضغط على الزخرفة ونسحب في نفس الوقت، فبالتالي هتشوفوا هيحصل ايه دلوقتي. احنا هنا بنحبر الزخرفة باستخدام قلم حبر اسود بيكون نحيف شوية. بعد كده بنشوف في الزخرفة نفسها بعد ما اكتملت، بنلاحظ ويبان معانا الاجزاء اللي احنا
زودناها على الوحدة الأساسية، شايفين عملت إزاي في التصميم المبتكر اللانهائي، طبعا أضافت ليه بشكل كبير جدا. بنحدد طبعا الإطار الخارجي أيضا، أما المحاور والرسوم اللي كانت برصاص بنمسحها خالص. ممكن نستغل الشفافة اللي كانت عليها الوحدة في عمل خطة لونية ننفذها على التصميم ككل. وهنا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني المتوسط نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم ويسددكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والشير عشان الكل يستفيد، وتشتركوا في القناة، وإلى لقاء جديد بكم في فيديو تعليمي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.